بون السلام عليكم خاوتي، رجعنا لكم في النوفل فيديو. في البداية صلوا محمد تشتركوا في القناة وفعلوا جرس التنبيه، وإذا عجبكم الفيديو دعمونا بلايك. خاوتي موضوعنا اليوم هو كيفية تقديم التمر للكناري والحسون وما فوائده. أولا خاوتي عندنا الفوائد تاعو، يقوي عظام الطائر لأنه غني بالكالسيوم. ثانيا يساهم في إعطاء ريش الكناري جمال فائق. خاوتي في كاش موضوع نعطي لكم وصفة خاصة في غيار ريش، نعطيكم وصفة لزيادة جمال ريش الكناري والحسون. ثالثا منشط للخلايا الدماغية. رابعا يساعد على ترتيب نغمات الصوتية للكناري والحسون وتصحيحها. سادسا علاج الامساك، وكذلك جيد لامعاء الطيور. خاوتي نقيها من الجراثيم وكذلك الامراض. خاوتي درك نروحو طريق التقديم. خاوتي نقدمو هاكي حبة تمر في اسبوع، كل اسبوع نقدمو حبة تمر، فاهمين خاوتي؟ خاوتي اروحوا معايا نقدم الطيور تاعي. بون خاوتي كما تشوفوا احنا قدمنا لهم التمر. خاوتي هذو قدمت لهم البارح، هذو وهذي راح تلف العش. ماك يا خاوتي الكناري اللي عندي، ماك بالنسبة لحالة فراخ صغيرة نعدت لكم فيديو لتاع طعم ماكي، عادوا ياكلوا وحدهم. ماكي خا هاو المال تشيني لتحت. مو خاوتي نرجع الموضوع تاعنا، دقيقة خاوتي اشوف. خاوتي بالنسبة للتمر خاوتي ما تخليوش بزاف في لاكاج، مدة 5 ايام ونحيو باش ما يفسدش. كيما هذاك عنده 3 ايام وذاك عنده يومين وهذا مليون. هذا هو خاوتي، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيه، واذا عجبكم فيديو دعمونا بلايك وشكرا.